في سياق متصل قال نقيب الصحفيين التونسيين إن هناك قرارا سياسيا يمنع كافة الأحزاب من دخول مقر التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، معتبرا ذلك انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد. وأضاف مهدي الجلاسي في تصريحات للتلفزيون العربي أن مبدأ التعددية في الإعلام العام مهدد منذ 25 يوليو الماضي. اليوم رجعنا إلى معاناة كبيرة في معاناة الصحفيين للحصول على المعلومة وحرمان للصحفيين وللمواطنين في حقهم في النفاذ إلى المعلومة. هذا أمر خطير ياسر، وهذا معناتها من مؤشرات اللي تدل على أنه تراجعت تونس في حرية الصحافة، وحتى في التصنيف الدولي إذا كان باش تواصل على المنوال هذايا ستتراجع معناتها مكانة تونس اللي هي كانت مكانة رائدة، كانت فيها حرية، كانت فيها معناتها تعددية كبيرة. اليوم تم ضرب هذه الحرية وتم ضرب هذه التعددية. ينضم إلينا من تونس مراسلنا وسام الدعاسي. وسام صباح الخير، ننطلق معك من خبر منع الأحزاب من المشاركة في برامج التلفزيون الحكومي. أي أفق يفتحه هذا القرار في سلسلة الأزمة التونسية وتأزم المشهد السياسي والحقوقي؟ نعم أمال، للمفارقة أن الرئيس قيس سعيد منذ فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية في 2019 لم يقم بأي مقابلة تلفزيونية إلا في مناسبة واحدة منذ بمناسبة مرور 100 يوم على تقلده هذا المنصب، وحتى منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي والتي أثارت انقسام كبير سواء في الساحة السياسية أو في الشارع التونسي، لم يخرج رئيس الجمهورية إلى التونسيين في مقابلة صحفية أو في مقابلة تلفزيونية للإعلان وتوضيح هذه الإجراءات ومدى تداعياتها وللرد على مختلف التحفظات السياسية. لكن في ظل هذا التساؤل حول تعاطي الرئاسة التونسية السلطة في تونس مع وسائل الإعلام ومع قطاع الإعلام، يأتي تصريح مفاجئ لنقيب الصحفيين يتحدث فيه عن منع أحزاب سياسية، عن منع شخصيات سياسية من المشاركة في البرامج الحوارية بالتلفزيون الحكومي. نقيب الصحفيين تحدث عن أن هذا الأمر يعد خطيرا ويعد انتكاسة في مسار الحريات وفي مسار التعددية السياسية التي عاشتها تونس منذ الثورة، وحذر من تداعياتها. بالتالي هذا المنع يأتي في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي. بالتالي هذا يحيل عن تعاطي معين للرئاسة التونسية مع وسائل الإعلام، ويأتي بعد يوم فقط تصريح نقيب الصحفيين مع تصريح للرئيس قيس سعيد انتقد فيه بشكل كبير وسائل الإعلام وتعاطيها مع الاستشارة الإلكترونية التي تقوم بها رئاسة الجمهورية فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية والسياسية، وحتى أنه اتهم بشكل واضح وسائل الإعلام بالكذب. بالتالي هناك تعاطي مثير للتساؤل لرئاسة الجمهورية مع وسائل الأعلام يصل إلى حد المنع، منع الأحزاب ومنع الشخصيات السياسية من المشاركة في البرامج الحوارية في التلفزيون الرسمي الحكومي. وبالتالي هذا عده الكثيرون وعده نقيب الصحفيين انتكاسة في مسار الحريات منذ الثورة، وهذه السابقة لم تعدها تونس منذ العشر سنوات السابقة. شكرا لك وسام دعاسي مراسلنا في تونس.